وبعد فقرة العلوم واللي تعادل فيها إدوارد مع ميس حمدان، ولكن لسه ميس حمدان متفوقة عليه في الدرجات اللي احنا بنحسبها. ولسه انت جايه سخنه قوي 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 ومتحمسه قوي قوي، وده ودي روح عظيمه وانا بحييك عليها والله. لا لا في غل ادوارد، انا عايز الروح الغلاويه دي. الغلاويه انا مش محتاجه خلاص، انا كسبان كسبان. ازاي الثقه دي وانت في فرق بينك وبينها بتاع 3 4 درجات؟ اتفرج على الفقرتين الجايين. احنا عندنا اللي جايه دي تاريخ. يا نهار اسود، تخلى عن موقفه في لحظه بعد ما قال لك هقطعك وبهدلك. لا بالعكس، ده يا دي ده التاريخ، ده لعبتنا يا عم. في حد ما يعرفش التاريخ؟ هتختار مين معاك يساعدك في التاريخ؟ أينشتاين، التاريخ المعاصر والقديم والحديث. ولا سامر مجدي. سامر اتفضل يا سامر. جهاديز العرب، بسم الله ما شاء الله. هتختاري مين يساعدك في فقرة التاريخ؟ موني بقى، أمنية. يلا يا أمنية تعال. جاهزين لحصة التاريخ؟ جدا. ازيك يا وعد؟ مساء الخير يا عمر، ازيك؟ مساء الخير مايك، مساء الخير ادوارد. كل فريق رح يسمع مني 3 اخبار حصلت بالفترة اللي كان فيها طالب، بس كل خبر في غلطة لازم تكتشفوها وتجربوا كمان تصلحوها. تمام. بس انتبهوا على شغلة كتير منيح، انه الغلط ممكن يكون معلومة رح قولها او حتى بالصورة اللي رح تظهر امامكم على الشاشة. اوكي. جاهزين؟ جاهزين. بس بدي لكم انه معكم 10 ثواني من بعد ما تسمعوا الخبر حتى تتشاوروا مع اصحابكم وتعطوا جواب. يعني كل واحد لوحده اسئله لوحده. بس على فكره ميسي طول عمرها شاطره في التاريخ. انا بجد. طب يلا هنشوف دلوقتي. يلا هنبدا مع ميسي يا وعد. صحيح. نبدا مع ميسي يلا. الخبر الاول سياسه ميس. ب 6 اكتوبر 1981 جريمه في وضح النهار، هكذا اغتيل اليوم رئيس جمهوريه مصر العربيه محمد انور السادات بعد اطلاق النار عليه وهو خارج من مجلس عزاء بأحد ضباط أصدقائه، وكان إلى جانبه نائبه محمد حسني مبارك الذي لم يصب بأذى. صح، ما كانش عزاء، ده كان تشريفه. ما كانش عزاء. صحيح. حاجة؟ قول لنا يا وعد. صحيح مثل ما قالت مايس، صح. اغتيال الرئيس المصري محمد انور السادات جرى خلال عرض عسكري اقيم احتفالا بالانتصار الذي تحقق خلال حرب اكتوبر. لا انت لا 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 انت جايه مركزه. موني جايه مركزه على فكره، انت مش جايه تهزري ولا تلعبي ولا جايه ضيفه في البرنامج. لا ده انت جايه تكسبي في البرنامج النهارده، صح؟ انا شاطره في انا مش عايز اقول لك الكلام ده ليك انت، انا بسخن بيه ناس ثانيه مش واخدين بالهم. اللي زي كده وبين يناموا في الفصل وياكلوا ويرفعوا الدك ويعملوا سندوتشات. ايه نفس قعده الفصل؟ انا عارف كل الشندوتشات وعايز يريح. عايز يعيش شوية. طيب ميس، انت جاوبت على السؤال الاولاني صح. دلوقتي حان وقت السؤال الثاني والاخير. جاهزه؟ جاهزه جدا. وعد اتفضلي. ب 12 اكتوبر 1992 وقع عصر اليوم في القاهره زلزال عنيف استمر لمده نصف دقيقه تقريبا وبلغت قوته نحو 5.8 درجات على مقياس ريختر، لكن ولحسن الحظ لم تنتج عنه اي اصابات في الارواح. لا ازاي غلط طبعا، دي ناس كتير قوي، ده ناس ماتت وانا فاكره كويس قوي. ده احنا نمنا في الشارع يا ست. في ده في ناس طلعت من تحت الانقاض بعد ايام. ايوه انا كنت ساعتها. لا بس اللي انا فاكره انه الزلزال بتاع 92 ده كان صعب جدا. بس فعلا ما حصلش اي خسائر في الارواح. لا ازاي يا عوي، ولا حاجه ولا حاجه. بصوا تمتى بيحاول يخسرنا. لا لا ولا حاجه حصلت. 100% انا فاكره كويس قوي، ده في ناس ماتت. 100% يعني واثقه؟ واثقه من كلامك؟ واثقه. طب وعد ادينا الاجابه الصح من فضلك. صحيح معي، كان الزلزال مدمرا في شكل غير عادي، إذ تسبب بوفاة نحو 545 شخصا وإصابة 6512 شخصا آخرين، وشرد نحو 50,000 شخصا باتوا بلا مأوى. الله يرحمه. كان كارثة. كانت كارثة فعلا. إجابتك كانت صح أكيد، وأنت كده جاوبتي على السؤالين صح. وبرضه انا مش بوجه لك انت الكلام، انا بحاول اسخن واحد صاحبنا. ايديا يا اخي، مالها ايديا؟ جاي مريح، مالها ايديا كده؟ جاي مريح، كان عايز يكسب في الاول وبعد كده حاسس ان هو مفيش فايده. طب ماني بقى قايل شويه بقى. وعد جاهزه باسئله ادوارد؟ يس.
تفضل. 29 يوليو 1981 احتفل اليوم أمير مقاطعة ويلز الأمير تشارلز بزفافه على الليدي ديانا بزفاف متواضع حضره المقربون والأصدقاء إلى جانب العائلة الملكية، وذلك في كنيسة القديس بولس في العاصمة البريطانية لندن. مالكش حجة لأن أنت كنت معزوم صح؟ أيوة بس خلاص ما كانش متواضع خالص. ده كان تاريخي. أيوة. كان تاريخ 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 تاريخ. تعال يا إدوارد تعال ارجع مكانك، ما تسيبش الفصل، ما تسيبش الديسك بتاعك. هو تاريخي يعني. الإجابة إيه يا وعد؟ طبعا الزفاف لم يكن متواضعا ووصف بعرس القرن والأسطورة، وحضره حوالي 3500 شخص وشاهده عبر التلفزيون ما يقدر ب 750 مليون مشاهد. سهل قوي، سهل قوي يا عم. لا مش سهل ولا حاجه، صح. ده في قوه ملاحظه، ده سؤال صعب في قوه ملاحظه. هو كان ممكن يقول زفاف التاريخ، كان ممكن يركز في التاريخ في كلمه، وفي كلمه متواضع كنت ممكن اقع فيها صح، لكن هو خد باله وخد النقطه. السؤال الثاني يا واحد بتاع ادوارد، الثاني كمان لادوارد، رياضي حصل عام 1998، ربحت مصر في المباراه النهائيه لكاس الامم الاسيويه بنتيجه 2-0 بعد مباراة شرسة خاضها المنتخب المصري ضد فريق جنوب افريقيا في مدينة بوركينا فاسو. الف مبروك لمستر كأس الأمم الآسيوية. أنا عارفة الإجابة. عمري معلش هم بيغششوني. آسف. المشكلة فين دلوقتي؟ لا ممنوع. أنت لازم تعرف. ممنوع الغش. أنا عارفة الإجابة. ما هو قاعد تقول اللي بيتكلم ما فهمتش، ما سمعتش السؤال. هي بتحاول توشوش عليا. ممكن تستعين بصديق. بتشوشر عليا. ممكن سؤال تاني لو سمعتي؟ هنسمع السؤال تاني. لا مش من حقه يسمعه تاني. من حقه ومن حقك برضه. ماشي. سمعيها واحد السؤال تاني. ربحت مصر في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية بنتيجة 2-0. خلاص أفريقية مش هتسوي. نجح حضرتك. شفتي؟ المقصود كأس الأمم الأفريقية لا الآسيوية. صحيح إدوارد. برافو يا إدوارد. أنا أديني الكلمة بس. وأنت تجاوب على طول. اديني قولي لي اكتر. عايز اقول لك على حاجه، انت خدت سؤالين كده، خدت سؤالين وجاوبتهم صح. بس برضه هنصعب الموضوع. سؤال كمان لميس وسؤال كمان ليه. بس ساعاته بقى ادوها سؤال صعب بقى. حبيبي انت اسئلتك كلها اصلا سوزفير يزي. طب يلا نسمع سؤال ميس. ب 28 يناير 1986 انفجر اليوم المكوك الفضائي الروسي تشالنجر بعد 73 ثانية فقط على انطلاقه، فيما لقى الرواد السبعة الذين كانوا على متنه مصرعهم. ده صعب بجد. طب معلش تعالى. انا ابله. احنا انا ابله. هو مش صح غلط، هو كده كده يا ابله. احنا لازم نصلحه. لا لما هم يفشلوا. مش كلهم بص الذكاء والله. عدت ال 10 ثواني. يلا يا جماعه الوقت بيجري، تعالى اقف في مكانك يا عم. 10 ثواني ده ادوارد، تعالى مضى ربع ساعه. 5 4 3 2 1 0 الامريكي تشالنجر مش الروسي. المكوك تشالنجر كان امريكاني ما كانش روسي. يلا السؤال بتاع ادوارد يا وعد. يعني السؤال الاخير. استعد يا ادوارد. ب 13 شباط 1988 نصل إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة. نترككم الآن مع حلقة جديدة من مسلسل رأفة الهجان من بطولة محمود عبد العزيز، يسرى، يوسف شعبان ونخبة من الممثلين الذين تحبونهم. أيوة يعني إيه المتحدث؟ عادل إمام جايبينه ليه؟ جايبين عادل إمام ليه؟ جايبين عادل إمام ليه؟ عادل إمام الصورة. عادل إمام محمود عبد العزيز. الإجابة طبعاً أنه بين المشاهد المعروضة ورد مشهد خاطئ للممثل عادل إمام الذي لم يشارك أصلاً في المسلسل. على فكرة لا لسه ما جبتش الفرق. تاتيانا طمنينا من فضلك على النتائج، وصلوا لغاية إيه الشباب؟ إدوارد صاروا 8 وميس 9. يعني نقطة واحدة بقى. حلو. لا شد حيلك بقى. شد حيلك بقى. فاصل وهنرجع تاني على طول. وباك تو سكول. رجعنا صغيرين.